صباح الخير، كي صبحتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين، صحيحه، كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غديوه ديالي، واللي هي كالتالي. كنحتاجوا ليها الكفته، كنحتاجوا الثومه، كمون، خميره. كنحتاجو عندي هنايا مطيشه، وعندي ربيع، وعندي هذيك البطاطا اللي كنخويها، كنخلي داكشي ديالها هنا، الخضره اللي غادي نعمر، وصافي هانتوما معايا. ومليحه بطبيعه الحال. نشد هذيك التحميره، كمون، ثومة. ما قلت لكمش على واحد المعلقه ديال العطريه ديال الحوت، الا كانت، ما كانش ماشي مشكله. هنا عندي راه طبيعة الحال الزيت، غنخلط هادشي كامل مع داك المطيشه والربيع والبطاطا اللي خويتها. دابا هنايا البنات كما قلت لكم، خلطت هذيك اليقامه اللي عندي، خلطتها. زدت هنايا واحد جوج معالق صغار او معلقه عامره كبيره ديال مطيشه الحك. صافي، دابا غادي ندوز لهذيك البصله. درت ليها الكمون، قزبر حبوب، تحميره ومليحه. نحطوها مزيان، ولا جاتنا ناقصة شوية تحميرة نزيدو. دابا البنات غادي نديرو هاد الخضيرة اللي عمرنا. سمحوا لي شويه على التصوير ضعيف، انا في الحقيقه مازال ما كنعرفش نصور. هاد الكفته اللي شاطت نبنو بها المريقه، واخا هي راه بنينه. صافي، دابا غادي نغطيوها وندخلوها الفران. دابا البنات انا غطيتو كما كتشوفوا، غادي ندخلو على درجه حراره 250. ملي غادي يسخن مزيان غنقص عليه باش يطيب على خاطر. ها نتوما معايا، وها الطويجن وجد. ها هو كيجي زوين بزاف، لذيذ لذيذ. درت معاه واحد العصير ديال الفريز والخوخ وخبيز وشليضه، وبصحه وراحه.